وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش أمس أكد أن عشرات الشباب الألمان اتجهوا إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة. وقال الوزير الألماني إن 60 ألمانيا يتواجدون حاليا في سوريا، مشيرا إلى المخاوف من أن هؤلاء الأشخاص يخضعون لتدريبات في معسكرات تديرها جماعات مقربة من تنظيم القاعدة. وأضاف إن على السلطات الألمانية ضمان مراقبة هؤلاء الأشخاص بعد عودتهم إلى ألمانيا، موضحا أن عدد الأشخاص الذين توجهوا إلى سوريا من دول الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 1000 شخص.